مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين على كل المتابعين والمشاهدين. كيف هي أحوالكم أحبائي؟ أن ألقاكم وأنتم بألف خير وبصحة وعافية. تابعوا أحبائي مع الفيديو لأني سأقدم لكم تردد قناة جديدة ظهرت اليوم فقط على القمر الصناعي النايلسات بإشارة قوية. قناة جديدة على القمر الصناعي النايلسات، مرحبا بالجميع في قناتي، قناة تيفي فريكونسيز. كيف هي أحوالكم أحبائي؟ أرجو أن ألقاكم وتلقاكم فيديوهاتي في هذه الأيام المباركة، أن تلقاكم أنتم بألف خير وبصحة وعافية. سأقدم لكم أحبائي التردد مباشرة والقناة الجديدة معنا. قبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. إذا أحبائي، من القائمة الرئيسية منيو نختار التركيب، ثم قائمة تيبي نضغط على زر إضافة التردد لنضيف التردد الجديد معنا 11636، معدل ترميز 27500، معدل 500، والاستقطاب عمودي V. هذا التردد تظهر عليه قناة جديدة ظهرت اليوم فقط تحت اسم إيكا. كما قلت لكم أحبائي، قناتي مخصصة فقط لتقديم الترددات فقط، والترددات أقدمها لكم بكل مصداقية. شكرا لكم أحبائي على مشاهدتي ومتابعتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.